الأردني الحبيب إذن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بهاء فيصل هنا يستغل البينية الذهبية الرائعة بصراحة ويسجل هدف الأول. بعد ذلك يأتي الهدف الثاني عن طريق عمر المناصرة، تسديدة قوية. بعد هدف عمر مناصرة يأتي هدف بهاء فيصل الثالث من هذه الكرة. شاهد كيف استغلال بهاء فيصل الكرة عندما ارتدت. بعد ذلك هدف التقليص عن طريق دوي لفيتنام في الدقيقة 86 ليخرج المنتخب الأردني فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ونعود إلى